مرحبا، احنا هلا ببيت جديد رح نتعلم وصفه جديده وبرضه رح نشوف كيف نقدر نخفف السعرات الحراريه فيها. معنا ياسمين. كيفك ياسمين؟ اهلا وسهلا. اخبارك؟ الحمد لله. بعتي لي انه انت حابه تعملي البشاميل او معكرونه بالبشاميل بطريقه صحيه. فهلا رح تورجينا المكونات وعشان تبدي تعملي لنا اياها. ايش المكونات؟ مكونات عباره عن معكرونه بنسلق بمي وزيت، اوكي، بشاميل لتر وربع حليب. حليب ايش هذا؟ كامل الدسم. اوكي. وزبده. قد ايه زبده؟ يعني تقريبا نص واحد، نص باكيت، نص باكيت زبده 50 جرام. اوكي. وطحين. قد ايه بتحطي طحين؟ اربع معالق. اربع معالق، اوكي، كبار. اوكي اوكي. واللحمه عباره عن بصله وثوم، فلفل اسود، زنجبيل، رشه صغيره، أوكي. ملح، وفلفل ابيض، فلفل ابيض، رشه قرفه ورشه جوزة الطيب مع مرقه الدجاج. طيب وعندنا اللحمه انا شايفتها شوي فيها بيضه. فيها خروف. اوكي. قد ايه هاي؟ نص كيلو. نص كيلو. اوكي. طيب ايش اول شيء؟ بتسلقي المعكرونه؟ ايوه. طيب يلا خلينا نشوف كيف نسلق المعكرونه. اوكي. بعد ما سلقنا المعكرونه صارت جاهزه، هلا بدنا نصفيها. هلا اجى دور نحضر اللحمه. نحط نقطه زيت بالطنجره، هنقطع البصله، بدنا نحط البصل بعد ما يسخن الزيت، والتومه طبعا حطينا سنين توم مدقوقين، مكعب او مكعبين مرق الدجاج، خليهم يتحركوا مع بعض، خلي الزيت لشوي يعني البصله تصير لونها شوي ذهبي اقل، بعدين بنضيف عليها اللحمه. بلش نحط البهارات اللي بدنا نحطها على اللحمة. نبلش شوي بالملح أول إشي، بعدين نحط فلفل أسود، طبعا كل الملح حسب الرغبة، رشة زنجبيل، ورشة صغيرة قرفة، بعدين بنضيف صلصة طماطم وشوية شطة، برضو الشطة يعني اختيارية حسب الرغبة. هلأ بنخليهم ليستووا. هلأ بتكون اللحمة استوت، نطفي تحتها ونبلش نحضر البشاميل. مثل ما قلنا نص او ربع قالب زبدة، نحط خمس معالق طحين، رشة ملح، ورشة فلفل ابيض، زنجبيل. هلا بنبلش نضيف لتر وربع حليب كامل الدسم، نحرك مع الخليط، نضلنا نحرك لحد ما يتماسك الخليط كله مع بعضه عشان نضيف عليه بعدين الجبنة. هيك بلش البشاميل خلاص يجمد، نضيف عليه الجبنة، هلأ بدنا نحاول نحط الخليط كلياته على بعضه، نحطهم بالفرن. هلا بدنا نحط اول طبقه من المعكرونه. اوكي. نحاول يعني ما نكثرها على اساس يعني تصير طبقات اسهل بالتقطيع بس بعد ما تطلع من الفرن. اوكي. الطبقه الاولى،
طبعا عشان تكون اكسترا فات حط عليها شويه بشاميل بالاول. هي البشاميل عاده اخر طبقه بتكون، بس انا بحبها تكون شوي يعني فيها بشاميل. فيها بشاميل. اوكي هلا برجع بحط كمان طبقه معكرونه. هلا بشاميل، نحط البشاميل. هلا انت رح تحطيها بالفرن وانا رح احضر اغراضي عشان اقول لك كيف نعملها بطريقه اقل صارمه. خلينا نشوف المكونات. عندنا معكرونه مسلوقه، اوكي. للبشاميل رح نستخدم لتر حليب خالي الدسم، اوكي. عندنا كمان جبنة موزاريلا لايت، رح نستخدمها كمية قليلة لجوا وفوق. دجاج مسلوق 500 جرام، هذا مسلوق وأنا فتفتيته. اوكي. رح نحط فلفل أبيض، ربع بندورة معلقة كبيرة، جوزة الطيب، شوية ملح، حيكون ملح خفيف، بصلة مفرومة ناعم، اثنين حبتين توم صغار مهروسين، هاي هالزبدة الكمية اللي احنا حطيناها، واربع معالق كبيرة طحين للبشاميل، وعندنا فطر. اوكي. ورح نعمل تقريبا نفس الشيء طبقات، بس رح تفرق كثير عنا بنسبة الدهون الموجودة. رح ابدا اول شيء هلا بالبشاميل. هلا رح نحط الحليب الخالي الدسم، اوكي، لتر تقريبا، ورح نحط أربع معالق طحين، ورح نحط المعلقة الصغيرة من الزبدة اللايت أو المارجرين، ورح أحط من زيت الكانولا اللي هو زيت ما فيه دهون مشبعة، معلقة صغيرة تقريبا، ملح، رح احط شويه جوزة الطيب وشويه فلفل ابيض، ورح احركهم كتير منيح، وبعدين بحطهم على النار، وبس يجمدوا او قبل ما يجمدوا شوي بحط معلقه كبيره من رب البندوره. اوكي. قبل ما نخلص البشاميل هيني عم بحركه، راح اسخن يا دوب يمكن نص معلقه زيت كانولا، راح احط عليه البصل قلبه بس يطرى، راح احط التومه بعدين الفطر. هلا البشاميل هي قرب يجمد، راح احط عليه معلقه كبيره من رب البندوره واحرك. اوكي. هلا البشاميل هيك جهز، رح ازيحه على جنب واكمل البصل. هلا البصل الدبال رح احط عليه التومة، ورح احط عليهم رشة ملح، وهلا بدي احط الفطر، اخليهم شوي ليتدبلوا. اوكي. هلا بعد ما قلبنا البصل مع الفطر رح نحط الدجاج المسلوق، اوكي، رح احطه على خلطة البصل والفطر اللي هي جوزة الطيب وشوي من الملح والفلفل الابيض، حط فلفل ابيض، جوزة الطيب، احنا حطينا شوية ملح قبل على الدجاج وما رح نكتر، رح اقلبهم مع بعض. اوكي. رح احط اول اشي شوي من البشاميل تحت عشان ما تلزق، واحنا هون خففنا كتير لانه استعملنا حليب خالي الدسم، كمية دهون قليلة. رح احط شوي من المعكرونة، بعدين رح احط دجاج،
شوي من البشاميل. اوكي رح نحط شوي من الجبنة. بنحطها بالفرن تقريبا ثلث ساعة وبنحمرها. اوكي ياسمين، كثير حبيت الوصفة تاعتك، اوكي، وحسيتك شوي عم تنتبهي انه لكمية الدسم، يعني في ناس بحطوا كميات زبدة أكثر. هلا ال 100 جرام يعني تقريبا القطعة من هاي الوصفة تاعتك فيها 200 سعرة حرارية وفيها تقريبا 4.5 ل 5 جرام من الدهون. بالطريقة اللي احنا عملناها، لأنه كمان احنا استخدمنا دجاج بدل اللحمة، لأنه اللحمة تاعتك شوي كانت دسمة، ممكن نفس الوصفة تعدلي عليها لحمة عجل، تقيمي كل الدهون اللي فيها، تطلبي من اللحام، وممكن حليب خالي الدسم، وممكن البشاميل بالطريقة اللي حضرناها، بس ما نحط رب البندورة طبعا عشان نحافظ على اللون الأبيض. بوصفتي ال 100 جرام فيها 110 سعرة حرارية وفيها 1.8 جرام دهون. طبعا الدهون اللي خففناها انه استخدمنا زيت الكانولا، استخدمنا معلقة صغيرة من الزبدة، دخلنا شوي خضار بالوصفة، يعني فطر وبصل وهي الأشياء، الفطر كمان انه باعتبار زي كنا دخلنا خضار. فتحبي تدوقي؟ يلا دوقيني أول شيء من تاعتك. انتي بتحبي دائما الاكلات اللي فيهم معكرونه وبشاميل و اوكي هاي القطع كلها ايدي؟ اوكي يسلموا ياسمين. اها قطعة صغيرة حلوة. كثير زاكية يا ياسمين، صح كثير زاكية، شطورة. ممتاز. ثانك يو ياسمين، شكرا لك. شكرا ياسمين انه اشتركتي معنا، ان شاء الله تكوني انبسطتي، تعلمتي اشياء جديده. طبعا اكيد. اوكي بنهايه الحلقه حابين نقدم الشركه العالميه للزيوت ست علب زيت، برضه من امنيه دنج الانترنت اشتراك لمده 6 اشهر. شكرا لك. شكرا لكم، وان شاء الله بنلاقيكم بحلقه جديده، وصفه صحيه جديده وقليله بالسعرات الحراريه.